نجد أن ربات البيوت خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، يدأبنا على الحفاظ على العادات والتقاليد، عادات الأجداد فيما يتعلق بتحضير موائد الإفطار وغيرها من العادات والتقاليد الجزائرية. للحديث عن هذا الموضوع تحضر معنا السيدة فاطمة بومليل، الحرفية والناشطة في التراث الجزائري. صباح الخير سيدة فاطمة، ورمضان كريم بحول الله. صباح النور للجميع، ورمضان كريم، وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة والهناء إن شاء الله يا رب. طيب سيدة فاطمة، دايما ما نقول المناسبات الدينية اللي في كل مرة تطل علينا، خاصة شهر رمضان الفضيل، نجد أن ربات البيوت كما نقولوا يخصوا له برنامج معين. طيب هذه السنة باعتبارك ربات بيت وحرفية، شفتي بأنه كاين اهتمام كبير بهذا الشهر الفضيل من خلال العمل على العادات والتقاليد، نعود نحيوها من جديد، هي فرصة بحد ذاتها. يا سلام، الشهر الفضيل هذا نوجدوا له ضيف عزيز علينا، كل بيت الجزائري كأمة إسلامية كامل نوجدوا له أن الفرحة كاين ضيف عزيز علينا، نوجدوا له بنقة بالتوجيد تاع توابل من خصوص المأكولات، توابل وتنقية البيت، تنظيف البيت، وأشياء نقدروا نشريوا أشياء جديدة، لأن هذا الضيف عزيز خطرة في العام اللي جينا، ولازم نحضروا نفوسنا، ماشي غير المأكولات، ولا نوجدوا نفسيا بذكر الله والتوبة. هذا هو الشهر اللي ما نقدروش، عنده صفات كثيرة ما نقدروش نعبروا بزاف حوايج، فريمون ضيف عزيز. هو الملاحظ كذلك سيدة فاطمة أنه كل ولاية نقدر نقول عندها عاداتها الخاصة، عندها أطباقها الخاصة، وهذا اللي أصبح يعكس التنوع الثقافي في الجزائر من خلال هذه المناسبات الدينية. طيب سيدة فاطمة، لو نتحدث يعني مائدة رمضان اللي أصبحنا اليوم نشوفه فيها لمسة تقليدية لكن فيها نوع من العصرنة، ربات البيوت كيف بإمكانهم أنهم يحافظوا على العادات والتقاليد لكن في نفس الوقت تكون هناك لمسة عصرية لتتماشى مع تطور الوقت اللي أنا عايشينه؟ طبعا والله استقيني يا سيدتي، اللمسة هذيك نزيدوا اللمسة برك، بس دايما محافظين على التقاليد تاعنا تاع زمان، ما نتخلوش على السني تاع نحاس، ما نتخلوش على هذيك اللمة العائلية، ما نتخلوش على هذيك اللمة اللي الجار يعرض جاره، الحباب، الفاميليا، هذيك اللمة لخصوصية تاع رمضان تلم العائلة. والأطباق نولي والأطباق تقليدية واللباس تقليدي، في السهرة تصير لوكازيون أن المرأة تتباهى بهذاك الشهر الفضيل، أنها تلبس لباسها التقليدي وتحافظ على صلاتها في كل وقت، وتوري الأجيال هادو، ينقلوا لهم هذا الشهر لازم نوجدوا له بالروح، ماشي غذاء الروح النفسي، أن نتقربوا بزاف لربي سبحانه وتعالى، لذكر الله، ولأنه شهر فرصة مش للأكل وتبضع، أني نعمر الثلاجة ديالي من كل مأكولات، صح بصح لازم نحافظه، خاصة الاقتصاد، شهر الاقتصاد أنا نقول له، مش تبذير نأكله في وقت واحد، من صح متنوع. وهذا الدور تعبت البيوت كذلك السيدة فاطمة، كيف بإمكانها يعني أن تدير هذا الشهر الفضيل بميزانية ولو تكون نقدر نقول متوسطة لكن تكون معتبرة جدا، ما تبذرش، تحافظ على النكهة، أنه نكهة رمضان ولا ريحة رمضان تكون كاينة في كل بيت. طبعا سيدة، المرأة الجزائرية ككل يعني كاين سال يحبوا تقول لك ندير 100 حاجة، لا بالعكس، أنا نفضل أني ندير حاجة بيسوغ شوربة، ما نخرجوش كما قال كل واحد وعادته، شوربة حريرة الجاري كل واحد وعادته، بصح تقعد هذاك الطبق الثاني أن نحافظه، وكاين طبق ثالث وكاين نوعه صح بحدود، ما انما نبذروش، ان ماشي شهر الاكلات ونبذروا، يقول لك صرفت اكثر من اللي، لا للاسف لازم نحيو هذه العادات السيئه، غذاء البطن، لا شهر رمضان شهر العباده، هذا هو، ماشي ان ناكل ونتمتع، شهر الاقتصاد، لازم المراه تحافظ على البيت تاعها، انها تعرف وقت واحد
تعرف كيفاش تسير. وصدقيني شهر البركات. أكيد سبحان الله. بيانسو. طيب سيدة فاطمة، دائما نتحدث عن عادات وتقاليدنا خلال هذه المناسبات، بالخاص يعني شهر رمضان المبارك. يعني كيف راكم تنقلوا هذه العادات والتقاليد للجيل الجديد؟ لأنه لابد أنها تتوارث، يعني ورثناها على الأجداد، لكن لازم تبقى يعني سنين وسنين. في كل رمضان لازم نشاهدوا هذه اللمة. ممكن أنه كما تفضلتي وقلتي في السهرة نلبسوا، خاصة البنات الصغار يكون عندهم اللباس التقليدي كذا. ممكن حتى أنه المائدة تاع رمضان ما تخلاش من بعض الأطباق، ولا حتى كما قلتي الصينية إلى غير ذلك، غيرها من الأمور اللي ما زالت بعض العائلات حقيقة تحافظ عليها حتى نبقوا بريحة الأجداد. طبعا الريح كما قلتي، الميزة هذه باش نحافظوا عليها احنا كما قال دورنا، وانتم بدوركم كاعلاميات وكاعلاميين كل قنوات الله يبارك، انها تحفز بهذه العادات تاعنا، ودائما تقعدوا حتى نفتخروا بها. ما بين لازم في شهر العظيم كما قال نجبدوا الاواني تاعنا الطينيه باش نقعدوا. دائما تقول لك بنتي، نقول لها لا، هاد الأواني الطينية اللي كانوا جدادنا يطيبوا فيها، وعندها نكهة خاصة. نكهة خاصة ماشي كيما الأواني العادية اللي كنا نطيبوا فيهم، بصح هذيك النكهة وهذيك اللمة، هذيك التبسي اللي كانوا زمان تبسي واحد يلمهم، هذيك فيها 100 بركة. وماشي كيما دروكا شحال من السيرفيس وكلش، ما نقولوش لا العصرانة مليحة، بصح دائما في شهر فتيات الجيل الجديد رانا كامل موافقين، بصح دائما قعدوا هذيك النكهه تاع الزمان كما قال المرشي، نحط في الصينيه، خاصه المرش اللي في الصينيه، المرش في الصينيه حاجه تقليدي وكنتخلاو عليها للاسف. ما يكونش عندنا، تروح هذيك البنه كما يقولوا بنت رمضان، تروح كل شيء، ما يكونش عندنا الهويه تاعنا احنا كجزائريين ككل. عندنا الله يبارك 48 ولايه، كل واحد يمتاز بالعادات تاعو، بلباسه، بالطباق تاعو والديكور تاعو. ما لازمش نتخلاو من نفتخر يكون عندي زربيه تاع تقليدي مخدومه باليد، نفتخر يكون عندي حاجه اواني تقليديه كيما السيراميك، كيما لابوتري، كيما النحاس. لازم هادو لازم يكونوا في كل بيت، ما نتخلاوش عليهم. باش طيب سيده فاطمه، كاين نقطه اخرى نشوفوا خلال شهر رمضان المبارك من بين كذلك العادات اللي ربات البيوت ما زالت تحافظ عليها؟ احنا نشوفوا خلال هذا الشهر تاع رمضان يكون فيه الاقبال على الماكولات، خاصه البوراك نقولوا البوراك، نقولوا الديول، نقولوا القطايف، نقولوا كذا. نشوفوا ربات البيوت حتى انه هذه التجاره يعني تنتعش خلال شهر رمضان المبارك، هي مصدر رزق بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت موروث نتوارثوه جيل عن جيل. كيف يعني تحضر ربات البيوت انها توفر هذه الماده، ماده الديول والقطايف لكل عائلة الجزائرية؟ دخلتي في الصميم. يعني احنا المرأة الجزائرية فرصة لها، المرأة الماكثة في البيت انها فرصة شهر العظيم انها تخدم، اللي تخدم الديول ما شاء الله، الله يبارك الديول، القطايف، انها تنوض صبح بكري توجد هذيك العجينة باش تبيعها تسترزق، وكاين اللي تنوض يعني نحييها الخبز المطلوع توجد هذه الاشياء كامل، انها فرصه. لازم البوراك ينحط مع الشوربه والقطايف، الخبزه هذيك اللي نوجدوها اللاتاي والمطلوع لازم تاكليه مع الشوربه. لازم هذه هي العادات تاعنا، الماكولات التقليديه وفرصه انها تسترزق. يعني الحمد لله كاين، والسيده الغالب اللي تخدم ولا عندها فرصه لك تعاون هذه السيدات الماكثات في البيت انها تشري، فرصه لهم كذلك، فرصه لهم انه يشريوا المنتوج تاعهم، هذاك مصدر الرزق تاعهم. يعني فخوره بهم يخدموا، ويعني حاجه نقيه وحاجه انه تقعد دائما عاداتنا وتقاليد تاعنا، ما نتخلاوش عليها. تروحي في السوق ما كاش الديول والقطايف، ما كاش البوراك، وهذا ما نقدروش، ما كاش كما يقولوا شباح المائده تاع رمضان. البوراك، القطايف، الخبزه هذيك ما شاء الله، الريحه هذيك، النكهه هذيك ما شاء الله، يجيب خير ويجيب بركته. وشهر نقول لكم شهر العباده والتوبه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كما يقولوا يتقبل منا
لانه رانا شاهدين كل المشاهدين وخاصه الزملاء في غرفه التحكم، لانه نحكيو على الماكولات مع الصباح. يعطيك الصحه السيده فاطمه بومليل الحرفيه والنشطه في التراث الجزائري، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل، وان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. شكرا سيدتي، وجمعه مباركه للجميع، ورمضان كريم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا لك سيدتي.